فتشوف احنا توصلنا لايه المره اللي فاتت. كليك يمين وفيو ان براوزر، ده اللي احنا توصلنا اليه المره اللي فاتت. عايزين نعمل عليه بعض التحسينات خلاص قبل ما نبدا ايه، هنبدا نقلبه بقى اي اس بي. لسه شويه انا عايز اعمل شويه تحسينات كده. فاول حاجه احنا كانت عندنا مشكله في السنتر، ما كانتش بالسنتر خالص صح، محدش فاكر حاجه. ففتحنا الملف السي اس اس بتاعنا، احنا كنا ناسيين ومش واخدين بالنا من حاجه، ان احنا عاملين ان المارجن زيرو، احنا اللي محددين له كده، احنا اللي مجبرينه ان المارجن بتاعه يبقى زيرو، يعني لازم يكون على الليفت بتاعه ايه زيرو خلاص. طبعا لو احنا يعني تحددنا للهوامش ان هي تكون زيرو، دي مخليها لازم يكون على الطرف ايه، على الطرف زيرو. لو عملت ريفريش هيتحط الشكل العادي المعتاد، بيبقى فيه شويه مارجن كده خفيفه، يعني في مارجنز ايه خفيفه. قلت له لا انا عايز المارجن تبقى اوتو، عايز المارجن تبقى ايه اوتو، يعني تحديدها هيبقى اوتوماتيك. بحيث لو جيت عملت ريفريش هلاقيها ان التحديد الاوتوماتيك بتاعها بيسنتر البيج بتاعتك خلاص كده. فانا قلت له بس ايه، ما تخليها زيرو، عايزينها اوتو الطبيعي بتاعها. فجت معانا في النص، كلام جميل. بعد كده عايزين برضو نحط، كنا متفقين نحط صوره في البانر، مش عايزين البانر يبقى حاجه كده زي يعني لون بس كده، عايزين نحط شويه حاجات، لان طبعا الصور كل ما تكون في الصفحه كل ما حاسس ان الديزاين يبقى احلى. فاروح عايز احط صوره في الخلفيه، طبعا دي كانت الهيدر بتاعتي، وده كان وكان دي الهيدر برضو، وده هيدر برضو صح. فلو حطيت هنا اي صوره وتحط هنا وتحط هنا برضو. طيب على العموم هروح كده في الهيدر، ادي الهيدر اهو، كان في باك جراوند وفي كانوا كان بالديسبلاي كبلوك والكلام بيتكتب عليه بالابيض وبيبقى في النص. قلت له ماشي. وعايزين كمان نحط باك جراوند ايمج، عايزين نحط كمان باك جراوند ايه ايمج، وبتساوي في طرق كتير لتحديدها. انا هحدد طريقه اليو ار ال عشان احط له ايه باث، عشان احط له ايه حاجه يرد عليا باث يعني مسار. هقول له خش جوه اي ام جي اس، ده اي ام جي اس، وبعديها هتلاقي في صوره، ادور على الصوره، اجي حطيت طبعا شويه صور عشان اقدر ايه اشتغل عليهم. بحط مثلا فروتس اندر سكور بانر مثلا، ماشي. وقلت له فروتس اندر سكور بانر دوت جي بي جي صح كده. طبعا ده ممكن لو جينا عملنا كده ريفريش ولا عبرني، حلو قوي، يمكن يكون الباص مش مظبوط. عايزها كده، ارجع اعمل ريفريش، حط ادي الايه ادي الصوره اتحطت فوق واتحطت معايا في الايه في الهيدرز كلهم. انا متهيألي في الهيدرز الثانيه شغاله، يعني مش وحشه صح، شغاله شكلها كويس خلاص. طيب بس طبعا يعني بما اننا عملنا كده، بما اننا عملنا كده في عندنا مشكله الالوان كده، بص منظرها اخي خالص مش ماشي مع الموضوع. حاول دايما تجيب الوان من موضوعك، يعني موضوع فاكهه احاول اجيب اي الوانات من الوانات درجات الفاكهه والحاجات دي خالص. فانا ممكن اقوم قايل له طب انا عايز اغير ال ال الفاكهه على كل لون، ماشي. فانا وعامل كده اقول له مثلا الباك كلر بتاع او الباك جراوند بتاعتنا كانت سي 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 دي صح، فانا اقول له لا انا مش عايزها كده، انا هختار اجيب درجه لون من الايه او جايب القطاره دي واطلع اجيب درجه لون مثلا من الوان بس تكون فاتحه شويه مثلا، مثلا اخترت ايه لون الخلفيه يكون درجه من الدرجات دي. انا رسمت جات اسود، لا حول ولا قوه الا بالله، تاني اكيد دوسنا في حته غلط في الاخر. ماشي مش مشكله، انا هختار درجه لون من الالوان اللي هنا مثلا، هاد ده مثلا ده لون فاتح شويه برضه. هتلقط كده، لقطنا اللون خلاص كده، هسيب وارجع اعمل ريفريش. ماشي شغال، مش واضح قوي لان طبعا اللون ده هو اللي عامل لي برضو ايه، اللون ده اللي يهمني قوي دي اطراف، لكن اللي يهمني اللون اللي هو الاساسي اللي هو مغرق الصفحه ورا دي، عايزه برضو يبقى درجه من الالوان ديت. فقوم رايح اقول له ده كان لون ايه اصلا، ده كان لون الديفايه الاساسيه اللي كنا مسمينها كونتينر صح. قوم رايح على الكونتينر
ادي الكونتينر اهو اللون ده، هقول له لا مش عاجبني واقوم مختار، اقول له عايز مين ده واختار درجة لون، بس عايزينها تكون مش غامقة، عايزينها تكون فاتحة. ايوه كده مثلا، متهيألي مش عارف. طبعا احنا هنجرب لغاية ما نوصل لدرجة لون احنا شايفينها مناسبة، مثلا دي مثلا. خلاص خلاص، واقوم عامل سيف وارجع اعمل هنا ريفريش. عندكم انتوا حاجة غير عندي خالص على فكرة. اخضر فاتح هتبقى كويسة. نبدل اللونين دول. نبدل اللونين دول ولا ايه؟ ارجع اعمل ريفريش. يا نهار ابيض على السنين البيضاء. ممكن نخليه لون الفراولة. كان فراولة؟ بتهزر؟ نعم. خلاص انا اخترت اللون ده، انا كنت مجربه، اعمل فيش وخلاص تمام. سو بعد اذنكم. نعم. لون الخلفيه ممكن برضو يكون حاد شويه، فاختار لون انا كنت مجربه اف 4 مثلا دي 266، وارجع اعمل ريفريش قريب يعني، بس درجه مكتومه سنه. ماشي خلاص ماشي. بعد ما خلصنا يعني الكونتينر بتاعنا عملناه، ادور على الكونتينر تاني. ماشي، فاضل لي برضو عايز اغير اللون ده، ما بقاش ماشي مع الالوانات الغريبه اللي احنا بقينا بنختارها دي. على العموم يعني هو عندي انا شكله، على العموم انا محتاج لون كمان لديت، عشان دي برضو بقت شكلها مختلف. ودي كانت عباره عن ايه دي؟ ارتكل صح؟ ارتكل. فاروح كده ادور على الارتكل، افايند كده على ارتكل، الارتكل هيدر قلت له لا، فوتر لا، راحت فين؟ مش موجوده هنا. اطلع هات من الاول، دور على الارتكل اهي، باك جراوند كاركر اي 3 اي، هقول له برضه لا، هنحاول ناخد لون من الالوان اللي موجوده عندنا، وليكن انا مختار لون عشان ما نقعدش ندور عليه كتير. خلاص، وارجع هنا اعمل ريفريش. كويس. حاجة كمان معلش، انتوا مش شايفين الالوان كويسة، فاضل هنا بس اللينكس اللي عندي هنا، الخط الابيض ده ما بقاش باين ولا ايه؟ ما بقاش باين خالص، بالتالي لو بنخليه مثلا احمر، واللون في الاسايد برضو مش بقاش باين. ماشي، فانا هقوم رايح على اللون اللي تحت اللينكات، اروح على اللينكات. فين اللينكات؟ فين اللينكات؟ في اللينكات بتاعتنا، هات من الاول اهي اهي، في الناب، في الاي لينك والناب ايه فيزيتد لينك، اقول له احنا عايزين نزود بس، او لا مش نزود، نغير البوردر اللي تحت كان 3 بيكسل وسوليد وكان لونه ابيض صح، اقول لا هنخليه بقى مش ابيض، هنخليه مثلا ريد، عشان يبقى في حاجات برضو من الفواكه بتبقى ريد. ماشي، وعامل ريفريش، بالتالي بقى اوضح شويه. خلاص، اللون اللي هنا برضو مضروب، خلاص ما بقاش ظاهر على اللون الخلفيه اللي بقى ايه، اللي بقى فاتح شويه ده، بعدين نغيره. فاقول له ممكن اخليه برضو ريد يعني. دي كانت الاسايد اللي هي كانت الاسايد باراجراف صح، انزل تحت ادور على الاسايد باراجراف بتاعتنا، الاسايد اهي اسايد باراجراف، اخلي مش ابيض، اخليه ايه احمر برضو، ونشوف ريفريش. ماشي شغال. نعم، نغير التفاحه، نغير التفاحه. ماشي، لو التفاحه دي كانت فين اصلا؟ كانت الصوره محطوطه فين؟ كان محطوط في الاتش تي ام ال صح؟ نروح على الاتش تي ام ال بتاعنا، فايند على ابل، دي كان اسمها ابل صح؟ تقلي في ابل 1.jpg،
نجيب صورة تفاحة بقى حقيقية ولا حاجة. فريش مش حلو أوي. قبل اتنين كنت عاد كذا صور يعني للفواكه يعني شغال دي خلاص. ايه انا مين قال لك؟ ماشي ممكن نغير يعني ما تدوش بقى تهزروا بقى في الكلام ده. الكلام ده بعد كده مش هيبقى كده، احنا عايزين مش عايزين نحطه كده. الكلام ده كله هيتغير وهيبقى بقى يطلع من الداتابيز، مش عايزينه كده ثابت. احنا لسه كمان شويه احنا بس عملنا المنظر العام، نقول والله المنظر ده حلو قوي بس من غير داتابيز ملوش معنى، فنبدا نغيره خلاص. فنبدا نغير الايه؟ المنظر بتاعه. يبقى احنا غيرنا البادي، عملنا صوره في الهيدر، في الكونتينر غيرنا اللون، في الاسايد بتاعنا غيرنا اللون، في النافيجيشن بتاعتنا عرفنا ازاي نحط باك جراوند، عرفنا ازاي نحط باك جراوند. فانا في عندي عايز احط هنا كان في صوره كده مكتوب عليها فروتس كده، عايز ابقى في خلفيه اللينكس. فممكن اقوم جاي في الستايل بتاعي خلاص وادور على الناف. فين الناف؟ ادي الناف اهو، وعايز اقول له في خلفيه الناف، عشان برضو احنا خدنا باك جراوند ايمج. طبعا احنا ممكن نعمل كده، ممكن زي ما اتفقنا نخلي الستايل البيلد ستايل هو اللي ايه، هو اللي يساعدنا صح. زي كده اخش على باك جراوند ولا ان في باك جراوند ايه ايمج، واطلع اختار صوره من الصور اللي انا مثلا عايزها، ولكن صوره اسمها مش موجوده عندي، ثواني اجيب الصوره اللي انا كنت عايزها. فقوم جبت الصوره وعامل بيست، قوم جاي هنا قايل له الصوره فيها اسمها فروت. فين الناب؟ الناب اهي. تاني هخليه بالبيلد ستايل واقول له باك جراوند ايمج من ايمجز، وادور على فروت واقوم دايس على اوكي. طلعت لي ايه؟ طيب في حاجه اسمها باك جراوند ريبيت، ودي مهمه جدا. انت تلاحظ طبعا الصوره بتقعد تتكرر صح؟ فممكن انا اقول له نو ريبيت، ما تتكررش، بس تطلع مره واحده. وممكن اقول له ريبيت، ده طبعا الديفولت ده الطبيعي. ممكن اقول له ريبيت اكس، يعني كررها كده بس جنب بعض كده خلاص. اما اقول له ريبيت واي معناها بقول له كررها ايه؟ تحت بعض بس. فانا هقول له كررها تحت بعض، لان انا عايزها تبقى الصوره تبقى تتحط كده جنب اللينكس. ممكن احدد البوزيشن باكس وواي معينه. قلت له ماشي، على العموم انا عايزها خلاص كده، واقوم داس على اوكي واسيف، واجي اعمل ريفريش. اتحطيت لي الصوره زي ما احنا شايفين هنا كده. وطبعا لو كترت اللينكات هتنزل معاها، بس اللينكات طلعت فوقيها صح. فانا عايز اللينكات يبقى كلامها في النص كده، عشان يبقى الدنيا ايه اوضح. فممكن يعني كده خد بالك، في باك جراوند ايمج وفي باك جراوند ايه ريبيت، وانا اخترنا ريبيت واي. بس فاضل ان انا اقول له التكست اونلاين، انا عايز محادثات النص تبقى سنتر عشان الكلام يبقى في النص، واعمل ريفريش. بقى كده اهوت الايه اللينكس بتاعتي. وطبعا دي هتتكرر، الصوره اللي في الخلفيه ورا دي بتتكرر معايا واي، هتتكرر معايا تحت. لو اللينكات زادت هتنزل مع الايه، هتنزل مع اللينكات بتاعتي. كلام جميل. ظبطنا العرض زي ما احنا عايزين خلاص، عرض يعني بقى معقول خلاص. بس احنا محتاجين ان احنا نبدا نخلي الكلام دوت كلام يعني يبدا يشتغل فعلا من داتابيز، يبدا دايناميك. مش معقول احط شويه كلام كده ويبداوا ثابتين كل على طول، لا انا عايز الكلام يتغير الى اخره خلاص. انا واقف